معنا على التليفون الأستاذ محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود. وبداية، هو إيه دلالة حضور الرئيس السيسي بنفسه النهاردة للمؤتمر الأول للتحالف الوطني؟ اهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك. وكل الساده المشاهدين. هي دلاله كبيره جدا ان المجتمع المدني والمجتمع الاهلي في مصر بيلقى دعم شديد جدا من القياده السياسيه، بدايه من اطلاق مبادره عام 22 المجتمع المدني، وده كان سبب رئيسي في اطلاق التحالف في شهر مارس 2022، يضم 24 مؤسسه وجمعيه كبيرة بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى 27 محافظة. بيعمل تحتيه وتحت منهم تقريبا 30 ألف مؤسسة وجمعية قاعدية. سيادة الرئيس النهاردة ادانا دفعة كبيرة جدا جدا جدا، أولا بأن هو شكر التحالف على الشغل اللي قدمه خلال 9 شهور. الحمد لله احنا اشتغلنا على 3 ملفات رئيسية، ملف الأمن الغذائي، ملف الصحة، ملف التمكين الاقتصادي، و3 ملفات دول بيغطوا تقريبا كل احتياجات الفئات المستحقة اللي بتستهدفها الجمعيات الأهلية. احنا عندنا طبعا احنا في جمعية الأورمان بنفتخر دايما ان احنا من الأعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نعم. وطبعا التحالف ضاف لكل المؤسسات إضافة كبيرة جدا، وهو التنسيق والتشبيك والتكامل على الأرض. النهارده كل الجمعيات بتشتغل مع بعض، كل المؤسسات بتشتغل مع بعض، بيقدروا ينسقوا من خلال قاعدة بيانات محترمة اتعملت بين أعضاء التحالف. مفيش تكرار في تقديم الخدمة للمستهدفين، مفيش تكرار في تقديم الخدمة في نفس المناطق. لما اتجمعنا قدرنا نبان كويس جدا جدا. مش عايز أقول لحضرتك طبعا إن التحالف الوطني خلال 9 شهور والشغل اللي عمله كله كان ممكن تعمل في سنين لو جمعية أو جمعيتين أو 3 بتعمله لوحدها، تمام. ولكن لما الناس اتجمعت على وفي التجميعة دي إخلاص طبعا للنوايا. عملت نتائج فعالة على الأرض. طيب، هقف معاك عند أهم الرسائل اللي قالها الرئيس النهاردة في خطابه. من منها، أو يعني حابة أتوقف عند فكرة أنه 2022 عام المجتمع المدني، بس ظروف 2023 محتاجة جهد أكبر. هذه رسالة من ضمن رسائل كتيرة، كيف تتوقف عندها؟ طبعا يعني هي رسالة لكل المصريين، للي عاملين في القطاع المدني من الجمعيات والمؤسسات، وللقطاع الخاص والمتبرعين اللي هم بيتبرعوا للجمعيات دي، ولكل المصريين. احنا داخلين على مرحلة، مش احنا بس في مصر يا جماعة، لازم نعرف ان العالم كله بيمر بالأزمة دي، واحنا حالنا في مصر افضل بكتير من دول تانية ودول متقدمة فيها شحنة في المواد الغذائية. الحمد لله احنا ما فيش حد بينزل سوبر ماركت او ينزل هايبر او اي مكان بيلاقي كل حاجه موجوده. الاسعار ارتفعت وكلنا حاسين ان الاسعار ارتفعت، وكلنا حاسين ان الدنيا مش 100% طبعا، ولكن لازم نواجه ولازم نقف مع بعض كمصريين. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان دايما المصريين في الازمات بيظهر المعدن الاصيل للمصريين، ودايما المصريين في الازمات، يعني اقول لك المجتمع المدني في الازمات تبرعاته بتزيد. النهارده سياده الرئيس اشار لحاجه مهمه جدا، ان الحكومه كمان لازم تقف جنب المجتمع المدني علشان يقدر يواجه نعم. الازمه مع الحكومه. ودايما دايما كلنا بنقول ان التنميه في مصر او في اي مكان في العالم هي 3 اضلاع: الحكومه والمجتمع المدني صحيح. والقطاع طيب، الخاص. تمام. وسائل الدعم اللي بيقدمها التحالف للفئات الأكثر احتياجا للرعاية، ايه أهم هذه الوسائل؟ لأن أعتقد أن انتوا مش بس بتقدموا مساعدات غذائية. زي ما قلت لحضرتك في الاول المكالمه ان احنا بنشتغل على 3 ملفات رئيسيه، وملف الامن الغذائي ده ملف مهم جدا جدا نعم. للفئات الغير قادره على العمل، لازم يروح لها دعم غذائي لان هي ما تمام. تقدرش تشتغل. ولكن في الملف ملفات أخرى. وانا جاي لحضرتك في الكلام، الملف الثاني المهم جدا هو ملف الصحه. الحمد لله اعضاء التحالف الوطني اللي بيملكوا مستشفيات متخصصه زي مستشفى شيفا الغربان، مستشفى مجد يعقوب، مستشفى بهيه، مستشفى الناس، بالاضافه الى مراكز طبيه كبيره جدا، زائد ان احنا بنقوم طبيه يا قوافل العلاج الجاد وغيرها من القوافل المجمعه اللي بتشمل جميع التخصصات الطبيه، وكمان
بندعمها بملفات اخرى زي التمكين الاقتصادي والدعم الغذائي في نفس القوافل. اللف الثالث هو لف التمكين الاقتصادي، زي ما بتقدمي امن غذائي وبتقدمي صحه كويسه للناس، لازم الناس تشتغل، وخاصه الفئات الغير قادره او المستحقه ولكن قادره على العمل. نعم. بنقوم بالتدريب الناس دي، بنسلمهم مشروعات صغيره، بنتابعهم يعني بنحاول بقدر حضراتكم الامكان. حضراتكم بتدربوهم على ايه يعني، وبيجوا لكم ازاي؟ عشان دلوقتي لو حد بيتفرج علينا وحابب يتوجه ليكم يعني. احنا كاعضاء تحالف او 24 مؤسسه موجوده في التحالف، لنا حوالي 258 فرع على مستوى الجمهوريه. احنا في جمعيه الاورمان لنا حوالي 45 فرع على مستوى الجمهوريه، بنقدم كل خدماتنا مجانا 100%. التمكين الاقتصادي حضرتك، انا لسه بقول ايه، بقول ان احنا بندرب الناس على حرفه. النهارده لو في حد بيفهم في النجاره او في السباكه او في الخياطه او ايا جميل. كان، بنعمل له مشروع. المشروع ده بيوفر على الاقل فرصه او فرصتين عمل ليه تمام. او لابنه او بس لزوجته على او اي لاخوه اساس يعني اي حد يجي هتعمل له باختيار. مشروع؟ ما هو النهارده هو لو جاي بيفهم مثلا في السباكه، انا بعمل له مشروع سباكه. بيفهم في النجاره، بعمل له مشروع نجاره. طيب هو قادر على العمل ولكن ما عندوش اي يعني خبر، خلفيه عن اي لسه ما حرفه، عندوش بندربه الخبر. على حرفه ونبدا نديله مشروع وبنتابعه وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نخرج الناس دي من دايره الاحتياج لدايره الاكتفاء. لان طول ما احنا بندي مواد غذائيه بس او بندي مساعدات وقتيه فقط، فمش هنخلص وعمرنا ما هنخلص. لازم نخرج الناس من دوائر الاحتياج لدوائر الاكتفاء والامداد. جميل جدا، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أستاذ محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب.